كل سبب يفضي إلى تفريق المسلمين ونشر الشقاق بينهم فمحرم شرعا، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى ذلك حرمت الغيبة، وحرم الظن، وحرم التحسس، وحرم التجسس، وحرم بيع النجش، وحرم الحسد، وحرم البغضاء، وحرم قطع الأرحام، وحرم التدابر، وحرم الاستهزاء، وحرم احتقار المسلمين، لأن كل ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى التنازع وإلى الشقاق والخصومة بين المسلمين. بل ومن أجله حرم بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شراء أخيه، وحرم إقامة المسلم من مكانه ليجلس الإنسان فيه، وحرم مناجاة الاثنين دون الثالث. بل ومن أجله أمر الشارع بنصب الحكام، لأن الشعب بلا حاكم سيقتل بعضه بعضا ويسبي بعضه بعضا. ولو تأملت أشياء كثيرة مما حرمها الشارع لوجدت أن السبب الذي يقف وراء تحريمها أنها أسباب تفضي إلى الخصومة وإلى النزاع وإلى تفريق المسلمين.